أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إن شاء الله نسمع نداه الشريف في مسجد الحرام ذات يومين. إنهم يرونه بعيدا ونراه إخواني قريبا، وهو يقول أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وسينادي خمسة ندايات. في النداء الثالث يقول الإمام المهدي: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا.